اقول لك حاجه ما اتحسبتش. هناك بعض خليك في الحاضر عن ان النادي الاهلي مثلا بياخد اللعيبه من الانديه. طب ما يقولوا الوقايه. قوه الاهلي طب ما يقولوا الوقايه فاروق. طب ما يقولوا الوقايه يعني إيه مثلا الاسماعيلي. مين في الاسماعيلي لو انت حد قال لا استنى ايه معوض. انا بقى كنت انا بقى لا ثواني انا بقى كنت مستشار اعلام المره اللي اشتغلت النادي ايمانا مني باسماعيليه كنت انا مستشار اعلام. انا خدت الكابتن محمود الخطيب كابتن حسن حمدي وهم احياء يرزقون في مصالحة شوارع اسماعيليه خرجت لها انا فاكر وقلت للسيد يحيى الكومي وهو حي يرزق لو حضرتك جايبني انت جايبني عشان ما حدش يتكلم في الاعلام اللي انا وقد كان لغايه ما الكابتن شوبير مره جابه في البيت بيتك وقال له انت قال له ايوه قلت له ما تروحش اسماعيليه تاني. لما اللعيبه بتيجي خارجه على فكره لما بركات يلعب سنه في جده وسنه في قطر القطري يبقى كده الاهلي خده من الاسماعيلي سنتين يا راجل كوبري سنتين كوبري يا راجل ما هو في عقل برضه. لكن لما سيد معوض عايز يروح النادي الاهلي كتبته تعاود وسيد موجود وحبيبك لانه لازم يقول ده مستقبلي والاسماعيلي عايز فلوس للامانه وقتها الراجل ضخ فلوس والسيد المحافظ قلت له فكره عبقريه عايز تجيب رجل اعمال اديله بيزنس يصرف منه الراجل تقدم بالامانه عايز مصنع سكر بنجر وخمسين فدان يزرعهم بنجر ومحدش يدعى بالاسماعيل عشر عشر ما عبروهوش الجهاز الحكومي وقتها. لكن سيد معوض خرج لما قال انا عايز اروح واللي كان بيعمل ضغط بطع اقول له عندنا كذا اسلام الشاطر يا راجل يروح يلعب بره سنتين واما يرجع يبقى الاهلي فرغه. حدش قال بقى ان في 18 لعيب من الاهلي راحوا اسماعيليه يقول لك لا ده فرز تاني. طب انت خدتهم ليه يا عم فرز الاهلي بيطلع فرز ما هو كده ما يصحش يعني كده لا يجوز الهاب الجماهير عشان انت كده بتضلل قصدك الجمهور طبعا طبعا بيلتهم عشان ما يبدوش ما يظهرش. اصل السؤال هو اللي خلانا بنتكلم بالطريقه دي انما احنا مش هنا في مجال الدفاع عن الاهلي ايوه خالص انت بتقول حقائق بتقول انت بترصد واقع الواقع بقى في ناس مش عايزه تشوفه عايزه احنا عايزين الجمهور يسمع ده احنا بنقول